أهلا بكم. كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن إسرائيل طلبت من الحركة عبر وسيط أوروبي الإفراج عن جنديين وجثتين لديها منذ الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي. وأوضح مشعل في حديث أمام عدد من الإعلاميين في الدوحة أن حماس امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيطة أنها لن تبدأ أي شكل من التفاوض بشأن ما لديها من أسرى إسرائيليين وبشأن عددهم وأحوالهم موتى كانوا أم أحياء، أو تقديم أي معلومة في هذا الخصوص قبل أن تفرج إسرائيل عن أسرى صفقة شليط الذين أعادت اعتقالهم. في موضوع آخر، بثت القناة الإسرائيلية الثانية تقريرا يثبت التعاون الوثيق بين إسرائيل وتنظيم داعش. وأظهر التقرير عددا من عناصر داعش يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وأشادوا بالدعم الذي تقدمه إسرائيل لداعش على مختلف المجالات. في موضوع آخر، تصادف اليوم ذكرى محاولة دولة الاحتلال الإسرائيلي قتل الرواية الفلسطينية. ففي مثل هذا اليوم اغتيل الروائي والقاص والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد في 8 يوليو عام 1972 عندما كان عمره 36 عاما، ذلك خلال تفجير سيارته في منطقة الحازمية قرب بيروت. في الشأن المحلي، قررت محكمة العدل العليا اليوم رفع الحجز مؤقتا عن مؤسسة فلسطين الغد التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض. وقال مدير مركز الإعلام القضائي فارس سبعني لوطن الأنباء إن المحكمة اتخذت القرار بشكل مؤقت لحين البت في القضية. ردت محكمة الاستئناف اليوم طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وصدقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائب في المجلس التشريعي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.